عسلامة، أنا الدكتورة عادة برجي، وش نفسر لكم اليوم كيفاش نعلموا الصغار يغسلوا يديهم. غسيل اليدين يحمي الصغير من الأمراض الجرثومية كيما الشيغيلا اللي هي حالة وبائية حاليا، وزيد من الأمراض الفيروسية. الطريقة المثلى لغسيل اليدين يلزم فما ماء صابون ومنديل ورقي. قلت الطريقة المثلى، ألوغ صابون ينجم يكون سافون ليكيد، أما ينجم يكون زاد صابون عادي. اغلب المكاتب ما فيها الصابون، لذا ننصحكم تحطوا طرف صابون في الكرتابله نتاع الصغير، ونقولوا له كي تجي تغسل يديك استعملها. غسيل اليدين يزمو يكون على مراحل ويدوم على الاقل 30 ثانيه. نغسلو يدينا وقتاش؟ قبل الاكل، بعد الاكل، وبعد الخروج من التواليت. يزم ديما نثبتوا اللي ظوافر الصغير مغسوسين. وتو باش نوريكم الطريقه المثلى لغسيل اليدين. اول حاجه نحلو السباله، نبلو يدينا زوز، وبعد نحطو الصابون في كف اليد، نعملو رغوه، ومن بعد كف اليد 5 مرات، اليد الاخرى 5 مرات، ظهر اليد 5 مرات، بعد بين صوابعنا كيف كيف 5 مرات، بعد ظهر الظوافر 5 مرات، بعد الظوافر في كف اليد، من بعد نفركو الصبع الكبير 5 مرات، الصبع الاخر، بعد نحلو السبيلة، نغسلو يدينا باليد باليد. من المستحسن يكونوا الصوابع من فوق. بعد ناخذ المنديل الورقي، ننشفوا يدينا ونسكروا السبيلة بالمنديل الورقي، وبعد نطيشوا المنديل الورقي.